تتواصل فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بفضاء أولم سويسي. وتعرف دورة هذه السنة من المعرض الدولي للنشر والكتاب مشاركة أزيد من 700 عارض من 51 بلداً. ولتسليط الضوء على فعاليات هذه التظاهرة تنضم إلينا مباشرة من عين المكان موفدة إنفانت كات الزميلة وداد بن موسى. وداد، مرحبا بك. إذن نحن في اليوم الرابع للمعرض، ما هي أهم الأنشطة والفعاليات التي تميزه، وماذا عن طبيعة الزوار وفئاتهم العمرية؟ نعم، يمكن الحديث عن مجموعة من الأنشطة، من الندوات الفكرية، من اللقاءات الثقافية الرفيعة التي تقام هنا في فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 28. ويمكن أن يعني نخص بالذكر ندوة هامة ولقاء احتفاء بأستاذ الأجيال أستاذ أحمد اليابوري. كذلك ربما نتحدث عن لقاء غاية في الأهمية، مع لقاء مباشر مع المخترع رشيد اليزمي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين بحضور الأستاذ الحبيب الملكي وبتسيير من الشاعر الأستاذ صلاح الوديع. العديد حقيقة من الأنشطة الهامة التي تقام كل يوم، من حفلات توقيع روايات وإصدارات جديدة، وكذلك لقاءات مباشرة مع كتاب ومثقفين ومفكرين. كانت هناك أمس ندوة هامة حول الترجمة بحضور مفكرنا الأستاذ عبد الفتاح، وكذلك بلقاء خاص مع الأستاذ عيسى بخلوف من لبنان. حقيقة العديد من المواضيع الهامة تطرح في فضاءات وأروقة المعرض الدولي للكتاب. ولا بد أن أشير إلى حضور مكثف لفئة الطفل، خصوصا زيارة ورشات الطفل وأروقة المعرض. ولهذا الشأن وبهذا الخصوص يسعدني أن أستضيف في هذه اللحظة الأستاذ الشاعر مخلص الصغير، مدير دار الشعر بتطوان، ليحدثنا عن طبعا البرنامج الذي أعده لهذه الدورة داخل المعرض. أستاذ مخلص صغير، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا. طبعا أنتم تحضرون هناك دار الشعر وفي كل الدورات منذ تأسيس الدار، ولكم هذه المرة العديد من الأنشطة، ما طبيعة هذه الأنشطة؟ نعم، هي أنشطة تتعلق بالشعر من خلال تظاهرة ليالي الشعر التي أقمناها منذ 7 سنوات هنا في كل دورة في فضاء هذا المعرض، باستضافة شعراء مغاربة وشعراء من مختلف دول العالم ومن العالم العربي، وأيضا شعراء من القارة الإفريقية. جميل. طبعا كذلك ربما الحديث عن مئوية الراحلة والرائدة ناجيكا الملائكة، ماذا أعددتم لهذا الحدث الهام؟ نعم، العالم العربي يحتفي بمئوية رائدة ومؤسسة الشعر العربي الحديث، شاعرة العراقية نازك الملائكة. ولذلك ارتأينا أن نقيم ندوة مركزية كبرى حول التجربة التأسيسية لهذه الشاعرة، من خلال استضافة نقاد مقرصين ومرموقين من مختلف دول العالم العربي. هنالك حاتم الصقر من العراق، هنالك حسين حمودة من مصر، هنالك صبحي حديدي من سوريا، عارف السعيدي من العراق، صلاح بوسريف من المغرب. هي لحظة للوقوف أمام التجربة الرائدة لشاعرة هي التي دفعتنا إلى مواصلة كتابة الشعر وإلى استئناف المغامرة الشعرية العربية. شكرا والمغربية. جزيلا أستاذ مخلص الصغير، هذه نهاية هذا البث، وشكرا لكم على المتابعة والإصغاء. إذن وداد بن موسى، موفدة إنفانت كات إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات والتوضيحات.